السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتابعين الكرام مرة أخرى في قناتكم قناة كوكب الفن التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. في هذه الفقرة هناك العديد من الأخبار الحصرية، لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتواصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. بعد اختفائه الغريب، ديزي دروس يعود بعمل جديد ويزاحم سعد المجرد بقمة التندونس. أصدر الرابور المغربي عمر السهلي الملقب بديزي دروس عملا جديدا بعنوان إير ماكس بعد غياب طويل عن ساحة الراب الفنية. وفاجأ ديزي دروس عشاق الراب بأغنيته الجديدة التي صورت على شكل فيلم بتقنيات عالية مختلفة عما سبق من أعماله، وذلك بعد اختفائه الغريب من موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. ولم تمر إلا ساعات على طرحه للفيديو على قناته الخاصة باليوتيوب حتى حقق مشاهدات مهمة وتصدر الرتبة الثانية ضمن الفيديوهات الأكثر مشاهدة بالمغرب بعد يخليك ليلي لسعد المجرد. وكان آخر أعمال السهلي كلاش المتنبي الذي حقق ملايين المشاهدات على اليوتيوب، والذي جاء ردا على غريمه الرابور توفيق حازب المشهور بدومبيج الذي أصدر هو الآخر كلاش 170 كيلو، وهاجم من خلاله عددا من فناني الراب المغاربة كان من بينهم ديزي دروس. بسمة بوسيل تنشر آخر جلسة تصوير لها في دبي. خضعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني لأحدث جلسة تصوير في دبي هذا الأسبوع، وشاركت بسمة بوسيل جمهورها بالصور عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور إنستغرام، حيث ظهرت خلال الصور بإطلالة أنيقة ومتميزة. وتحرص بسمة بوسيل على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع السوشيال ميديا. التهاني تنهال بعد عقد قران الشيخة مريم المكتوم والشيخ خالد النهيان. عقد قران الشيخة مريم بنت محمد بن راشد المكتوم والشيخ خالد بن محمد بن حمدان النهيان لتنهال التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان الخبر الساعي. حرصت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم على تهنئة شقيقتها مريم بنت محمد بن راشد بمناسبة عقد قرانها، فنشرت على حسابها على الانستغرام وتحديدا على خاصية ستوريز مباركتها قائلة: ألف مبروك عقد قران الشيخة مريم بنت محمد بن راشد المكتوم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وكانت الشيخة مريم بنت محمد بن راشد المكتوم أعلن عن خطوبتها من الشيخ خالد بن محمد بن حمدان النهيان في شهر أغسطس 2018 لتنهال التهاني على العروسين من أفراد العائلة المالكة. فحرصت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم على تهنئة شقيقتها فقالت: ألف مبروك يا غالية، ربي يسعدكم ويتمم لكم على خير. ومن المعروف عن الشيخ خالد بن محمد بن حمدان النهيان أنه خريج الأكاديمية الملكية البريطانية ساندهيرست، ولم يتم الكشف عن موعد زفاف الشيخة مريم بنت محمد بن راشد المكتوم والشيخ خالد بن محمد بن حمدان النهيان حتى الآن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المتابعين الكرام، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد في قناتكم قناة كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.